وإذا كان على عبد الله كفاية عليه لحد كده، هيعوز إيه يعني تاني من الدنيا؟ الموت أريح له من إنه يعيش عاجز ولا مشلول، وساعتها عبد الحكيم مش هيقدر يقول لي إن أخويا ولازم نقف جنبه. أيوه، عاجبهم يعيشوا معانا؟ أهلا وسهلا. مش عاجبهم ياكلوا طين على دماغهم. ايه عزت؟ انت نمت ولا ايه؟ ما عزتش تعبيني. معلش حبيبي، تعبينك معانا. لا انا تحت امرك. بقول لك ايه يا عزت؟ اتفضلي. بما انك يعني قعدت مع زينب ودورت كل حاجه في دماغك وعرفت كل صغيره وكبيره، لما نيجي نبيع الفيلا تحط لنا المديونيه. للاسف يا استاذ كريمه لا، ده انتوا عندكم مديونيه تعدي ال 100 مليون جنيه. بس انا يعني طلبت من زينب انها تعمل محضر وبلاغ ضد الشريك ده، تتهموا فيه بالنصب والاحتيال. انا مش عايزك تشيلي هم الدنيا قوي كده، والله العظيم الفلوس دي ماليها قيمه. يعني معاكي 100 مليون دلوقتي، ولا معاكي حتى مليون ولا نص مليون، ولو معاكي قوت يومك اقسم بالله كله في الاخر واحد. لا يا عزت يا ابني، مش كل واحد، مش حبا في الفلوس ولا طمعا فيها. الواحد ما بياكلش اكتر من لقمته وما بيلبس اكتر من هدمته، بس في الاول وفي الاخر الفلوس سند وضهر. ماشي يا ست كريمه، الفلوس حلوه مفيش كلام، بس ما تزعليش مني. يعني انا ما كنتش متخيل انك تقولي كده، كنت متخيل انك تقولي يعني الصحه والستر. الصحه والستر من عند ربنا الحمد لله، والصحه تاج على رؤوس اصحابها. لكن تتخيل لو احنا معناش فلوس في الظروف اللي احنا فيها دي كان حصل الى عمك عبد الله؟ صح. طب انا هحكي لك حاجه. زمان أول ما جينا القاهرة أنا تعبت قوي، كنت بموت. عمك عبد الله خدني وجري على مستشفى، وقفنا في طابور كبير قوي يجي 3 أو 4 ساعات عشان يخش ويكشفوا عليا، وأنا بتمرمخ في الأرض وحاطة جزمة في بقي. لا دخلنا ولا حد كشف عليا. عارف ليه؟ عشان معناش فلوس. لو كان معنا فلوس كنت دخلت وكانوا كشفوا عليا. معلش، كل ده اختبار من ربنا. ونعم بالله. اسمع بقى. ايوه. انا عايز اخرج عمك عبد الله واروحه على البيت. والله كنت لسه بكلمهم في ده الصبح، بس قالوا لي لازم تمضوا على اقرار عشان لما يطلع يبقى على مسؤوليتكم. وماله؟ امضي. لا ما انا خلاص عملت كده. مش انا بقول لك انت ابن حلال؟ اسمع بقى اللي هقوله ده وحطه حلقه في ودنك. اتفضلي. بكره باذن الله هيبقى لك شأن كبير قوي في شغلتك، وهيبقى معاك فلوس كتير قوي، وهتبقى غني. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انت جدع وقموع وابن حلال. ربنا ما يحرمني منك يا ست الكل. تعال خش سلم على عمك بقى. طب اتفضلي. اتفضلي. خير يا توحة؟ الله، مش بكلمك. عايزه يا نادية؟ عايزه ايه يا بوي؟ دي شكل شمس مروجاك على الاخر. بقولك يا نادية، لمي نفسك عشان انا مش ناقص. وانا قلت حاجه غلط؟ بس عاوز الحج، انت تستاهل. مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ لا مش عاجبني. طول ما انت معرلها جفاك هتفضل تديك عليه لما تقول يا بس. لسانها مش هتلمه ولا هتدخله جحره، انما لو تديها فني وجعها تعرف ان الله حج. فيني وجعها ايه بس؟ انتي مش فاهمه حاجه. ابوها ليه خاطر كبير قوي عندي، ما ينفعش اللي انتي بتقوليه ده. وهي ما تعملش خاطر لابوها ولا ليك ليه؟ يا خايب، دي شويه وتركب وتدلدل رجليها، ومش هتعرف تقول لها تلت التلاته كام. اللي زي شمسي دي عايزه اللي يسكها، وانت ان ما كنتش تبقى 7 الرجال وتخليها تسمع حسك تترعب، قول على الدنيا السلام. على فكره انتي مش فاهمه حاجه خالص خالص. لا انا فاهمه صح يا اخوي، وعارفه انا بقول ايه. وخد بالك عشان انت بيجيت جوز الست ده، انا اللي اسمي مارا مكسوره الجناح، سبت مروان والبيت الكبير اللي البلد كلها بتحلم تدخله عشان جبريه غلطت فيا. وتصدق بايه؟
شمسي دي لو طولت لسانها تاني لكون قطعه لها. امال ايه؟ هما فاكريننا ايه؟ خدامين عندهم؟ وان كان شغلك عند ابوها هيذلك سيبه. لازم أن تعرف انك انت الراجل وهي الست بتاعتك، واجب عليها تدلعك وتهننك وتسمعك كلمه زينه. لا 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 يا فتحي يا اخوي، الايه كده مقلوبه، واللي يشوفك يعني يقول انك لا مؤاخذه يعني انك انت الست مش هي. عبد الله اخباره ايه؟ طمنا. كريمة ما بتردش على التليفون ليه؟ هي فين؟ ايه ده امال يا عبد السلام؟ ما انا هادي اهو يا عبد الحكيم. ها هي فين؟ قول لي. تعال الاول ريح من السفر. والله انا قلت له لو في حاجه كانت الست كريمة كلمتني، او على الاقل كانت كلمته. اتفضل اتفضل. ازيك يا خال؟ تمام، نشكر ربنا يا ست فوزية. ازيك يا عبد السلام؟ ان شاء الله تكون بخير وعافية. الحمد لله بخير. المهم عبد الله. والله العظيم نورت البيت يا خالو، وحشني جدا جدا جدا. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلم. ايه الحلاوة دي؟ عمال تسجر انت ايه؟ قولي لي أمك فين وإخواتك؟ ماما راحت المستشفى وزينب راحت البنك وشاهد في الشغل. كيفك يا رتال؟ فاكراني؟ أه طبعاً فاكراك. لا 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 فاكرانيش ولا حاجة. أنا عمك إسحاق صديق العيلة. بقول إيه؟ ما نقعد في المكتب. تعال تعال. ماشي يا خالي. والله العظيم خالي ده عسل عسل يا عمتي. جايين ليه دول دلوقتي؟ ما عرفاش، عشان ياكلوا عجله بقى المشرح ونقصه جتله. احنا ما جايينش نقعدوا معاك، احنا جايين نطلع على الراجل ونمشي طوالي. ها هتقوم تروح معانا ولا نروح احنا؟ يمكن حصلت حاجه واحنا ما نعرفش. حاجتي يا عبد السلام؟ أنا هجيب لك من الآخر، أنت مالكش غير أخوك. أسمع اللي بقول لك عليه عبد الحكيم وقول اللي أنت عايز تقوله بعدين. اللي حصل ده فرصة عشان تعوضوا بعضيكم أنت وأخوك بعد الفترة الطويلة اللي كنتوا فيها بعاد عن بعضيكم دي. عبد الله طيب، وأنت كمان أصلك طيب، بس اللي أنا عرفته إن عبد الله محتاج لك. أوعاك تغزله. وين قال لك ان انا هسيبه ولا هتخلى عنه؟ وبعدين انت جاي عشان توصيني على اخوي. الراجل ما قالش حاجه غلط يا عبد الحكيم. تعتهم على عمى يا اسحاق. وايه اللي ما قالش حاجه غلط؟ جاي السكه دي كلها عشان يوصيني على اخويا؟ ليه؟ فاكرني رميه ولا بعته؟ انا عرفت. هي كريمه. كريمه ما قالتليش حاجه. وانا ما وصلتلهاش لحد دلوقتي. بقول لك ايه؟ أنا فاهم الألعاب دي كويس. الألعاب إيه يا عبد الحكيم؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ جن لما يلخبطك امشي اطلع بره. في يا عبد الحكيم؟ أنت كده بتطردنا إحنا التنين. مالكش صالح أنت يا إسحاق. ماليش صالح كيف؟ هو أنا مش جاي معاه. طب احترمني يا أخي. بقول لك يا إسحاق، أنا دماغي فيها اللي مكفيها. أنا هطلع بس مش عشان أنت قلت كده، لا، عشان البنت ده مش بيتك. البنت ده بيت كريمة وجوزها. يعني أنت مالكش حق تطردني منها. أنا جاي عشان أقابل الراجل الطيب اللي طب ساكت واللي لازم لما يقوم يلاقي كل حبايبه حواليه. سلام. إيه اللي عملته ده؟ أنت اتجننت. أهلا، إزيك يا عبد السلام؟ الله يسلمك. إزيك يا أخويا؟ الحمد لله على السلامة. جيت إمتى؟ الحمد لله على السلامة يا أخوي. الله يسلمك. أنت كويس يا عبد الله؟ الحمد لله على السلامة. عايز حاجة يا أختي؟
لا يا اخويا كتر خيرك. بركه اننا اطمنت عليك. الله رايح فين؟ هو ايه اللي بركه واطمنت عليك وواخد في وشك كده؟ في ايه؟ انت جيت في ايه ومروح في ايه يا سلام؟ مفيش، اصل انا ورايا مصالح كده اقضيها ما اقدرش اتاخر عنها. معلش يا عبد السلام خليك شويه، والناس اللي انت مديها ميعاد قول لهم اتاخر عليهم شويه. مالك يا عبد السلام؟ في ايه ما تفهمني؟ في ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ انا مش ناقص. تعالى يا قلبي تعالى طلع اوضتك ترتاح وتنام. ايه يا عبد السلام؟ انت جاي تزوره وتطمن عليه ولا جاي تتعب؟ لا جاي يتعبه ويزوره. اتفضلي هنا اهو وقعدي ساكته خالص. تعالى يا عبد السلام تعالى تعالى. خش خش تعالى خش عشان خاطر عبد الله. ممكن تبطلي رغي وتقعدي ساكته خالص وتسيبي الراجل في حاله؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ قلت حاجه غلط انا يا جبريه؟ انت تغلطيش يا حبيبتي. هي كريمه أعصابها تعبانة، الله يكون في عونها ويقويها على اللي هي فيه. ربنا يقويكي يا أختي الله يكون في عونك. هيقويني يا ريا وسكينة. أوعي أنت عارف إن أنت شكلك متغير تماما باللبس ده؟ أنا ما عرفتكش لما شفتك. يعني حلو كده؟ آه شكلك حلو. عجبك يعني؟ آه عجبني جدا. بس أنا بحب اللبس الصعيد أكتر. وليه بقى اللبس الصعيدي أكتر؟ دمي. فهمني بس انت عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل بيزنس لحالي. حلو ماشي، بس ازاي بقى وابوك واخوك قافشين على الدنيا؟ هتصرف مش هغلب. اقول لك تجيب فلوس منين؟ قول يا خفيف. عمتك فوزيه، زي ما بقولك كده، اللي زي عمتك دي عدم المؤاخذة يعني من غير زعل، بتبقى نفسيتها تعبانة كده وخربانة ونفسها كده تحس إن الناس كلها حواليها. ويا سلام بقى، يا سلام لو في حد مهتم بيها، وخصوصا لو كان راجل. انت عبيط ياد ولا ايه؟ أقسم بجلال الله أجيب رجبتك، وأنا عشان خدت وديت معاك في الكلام هتخرف؟ يلا غور من قدامي. انت عايز تجيب من الاخر ولا عايز تعمل لي فيها سبع السباع؟ ما انت اللي بتنسى روحك يا عم. انا بقول لك الحقيقه عشان نبقى ماشيين على الطريق الصح. فوزيه دي سكه ابوك، وابوك عبد الحكيم ما يقدرش يقول لها لا، لان هو عارف ان هي كده كده تحت طوعه. وبعدين الفلوس اللي بتاخدها دي يا اما بتشتري بيها ذهب يا بتطلع لها يومين تفك فيها عن نفسها. وبعدين هيقول لها لا ليه وهو عارف ان في الاخر الذهب هيترمي في حجره وفي حجر الست أمك لمؤاخذة يعني بعد عمر طويل. ما انت واخد بالك مننا جوي وكده أبدأ أخاف منك. بقولك إيه، أنت عايز تبقى سكة لوحدك ولا تبقى ماشي في ديله؟ لوحدي طبعا. جوزني عمتك. اسمع اللي بقولك عليه، جوزني عمتك. وانا اعمل كده ليه يعني؟ بقول لك ايه ياض، قوم امشي، مش عايز اشوف وشك. انت شطان وانا غلطان اني خدت وديت معاك في الكلام. انت فكرك يعني انك هتاخد حاجه من ابوك ولا اخوك مروان؟ طب انا هقول لك على اتفاق، لو ابوك قال لك امين ابقى انا ندل وخسيس وابن حرام، ولو قال لك لا ابقى انا قاري الليله وعارف اخرها. وتسمع كلامي. المكان حلو قوي. انا باجي هنا دايما علشان اقرا. تجري؟ اقرا. مستغرب كده ليه؟ مستغربش ولا حاجه. انا ليا هنا يوم واحد في الاسبوع. باجي اقعد اقرا فيه اي حاجه بعيد عن شغلي، يعني بعيد عن الارقام والحسابات والحاجات دي. حلو. فاكرة آخر رواية قريتها كان اسمها الحب المستحيل. حلوة قوي قوي. انت تعرفها منين؟ مفيش حاجة بتطلعني من اللي انا فيه الا القراية. لا بقى، لو على القراية يبقى احنا كده خلاص بقينا اصحاب جدا. والشيخ ياسين كمان. مالك؟ كنت بفكر في كلامك ولقيت ان انا كان عندي حق.
هسألك سؤال وترد عليا بسرعة جدا وبدون تفكير. اتجوزتها ليه؟ اوعى تقولي ان انت كنت بتحبها. ما اعرفش ان كنت بحبها ولا لا. طب يلا بقى هات اللي عندك قولي. يمكن كنت عايز اتجوز بس كده؟ وابويا وامي كمان عاوزين يتجوزوني، وهي اللي كانت قدامي. مروان انت كان عندك اصحاب في الجامعة؟ كان عندي، بس زي ما كنت بحسهم بعاد عني، واحد من الصعيد. يا زينب، مين في واحدة هتيجي تعيش معايا في البلد ومشاكل البلد، تعيش معايا في البيت الكبير؟ فأنت بقى قررت إنك تتجوز اللي هتوافق وهتعيش، مش كده؟ أنا لحد دلوقتي ما أعرفش السبب الحقيقي، ونفسي أقول حاجات بس خايف تاخدي عني فكرة وتقولي ده وحش قوي. بالعكس، أنت كل اللي أنت بتقوله ده بيدل إنك بني آدم حقيقي جدا. كيف؟ أهو بدليل إن أنت بتحاسب نفسك وبتعاتبها. شوف، أنت ممكن تكون عارف إن أنت غلطان، بس الحاجة بقى اللي محيراني في موضوعك أنت ونادية ده، أنا عارفة ومتأكدة عمتي فوزية وأمك كانوا ضد الجوازة دي تماما. صدقي، هو ده اللي خلاني متمسك بيها. كنت فاكر نفسي إني عايش قصة حب وغراميات والحاجات ديت. والله أنت غلبان قوي يا مروان. قوي قوي. بس هقول لك على حاجة، أنا مبسوطة قوي إن إحنا قعدنا اتكلمنا مع بعض. أنا كنت خايف، كنت خايف أنت هتفكري كيف وتقولي بعد العمر ده كله جاي دلوك والد عمي، والمشاكل حصلة ما بين الست الوالدة وامي، كل ده يخليني خايف ويخلينا بعاد عن بعض. بالعكس، انا شايفة ان احنا ممكن نبقى اقرب كتير بس بدون كل المشاكل دي. انت متأكدة من الكلام اللي انت بتقوليه ده ولا بتقولي اي كلام؟ اه والله يا ستي، ده كان بيزعقني، وكنت تحس ان هو بيتظلم من بيته، وكان بيقول البيت ده بيت عبد الله وست كريمه. رايحه فين يا ستي؟ مالكيش هوا انت؟ ما هو ما ينفعش كده، ما يبقاش البيت بيت ابونا ويجي الضيوف يطردونا. في ايه يا كريمه؟ عايزك في كلمتين يا عبد الحكيم بره. في ايه يا وليد؟ ما انا لو ما قلتش اللي في نفسي هطق اموت يا عبد الله. قول يا كريمه، خير؟ لا مش خير طبعا. اسمع بقى، هقول لك كلمه واحده تحطها حلقه في ودنك. البيت ده بيتي انا، وانا بس اللي اقول مين اللي يقعد ومين اللي يمشي، وكل اللي في البيت ده ضيوف عندي كريمه. فيه يا ولد، اتجننت ولا ايه؟ اه طبعا اتجننت. لما اخوك يطرد اخويا من بيتي يبقى اتجننت وهتجنن اكتر. يطرد مين يا وليه مجنون؟ ما احنا قاعدين مع بعض. ها عبد الحكيم قدامك، اسأله قدامني حصل ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش يا كريمه. ايوه ما حصلش. حق علي، حق علي انا اني ما عرفتش اربيكي بعد ابويا الله يرحمه توفى. اتفضل اطلعي فوق، اطلعي فوق. عيب يعني تخش على الرجاله وتعمل اللي بتعمله ده؟ ما ينفعش، لا عشتي ولا كنت يا كريمه. لا حصل يا كريمه. بس ده كان سوء تفاهم يا ست كريمه وخلاص راح لحاله. لا يا اسحاق، ما كانش سوء تفاهم ولا حاجه. انا غلطت في حق عبد السلام، بس احنا طول عمرنا اخوات وياما بنتخانق ونغلط في بعض، لكن بنرجع نتعاتب ونتصالح تاني. انا وهو بس اللي لينا الحق في ده، انما انت مش من حقك تساليني يا عامل عبد السلام كيف. لا انت مش واخد بالك، انا من حقي تالت ومتالت في البلد ده اقول كل اللي انا عايزاه. وهذا كلمه زياده. خدني فوق، خدني فوق يا كريم، حاسقك منيكو. مبسوط؟ تعال انت كمان. ما اخذك يا عبد الله، سامحني يا اخويا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو كنت بصحتي ما كنتش اتجرأتي تعمل اللي عملتيه دي يا كريم. اقول لك ايه بس يا عبد الله، انت مش فاهم حاجه. انا مش عايز افهم. لازم تفهمي، لازم تفهمي ان اللي عملتيه ده خلى رقبتي قدام الخلق زي السمسم. معاش ولا كان اللي يخلي رقبتك زي السمسم؟ ما اخويا برضه. اوكي اوكي يا كريمه، ده انت كان ناقص تدعم حكيم اخوها قلمين على اسدابه عشان ترتاحي وتعقول. حقك عليا والله العظيم، ما ادريت بعمل ايه، الشيطان سحبني. طب هقول لك حاجه، انا هنزل اتبسط. اقعدي. رايحه فين؟ راح تزود التنبله. بص يا عبد الله، والله العظيم ثلاثه من ساعه ما الجماعه دبوا رجليهم في البيت هنا وانا حاسه ان في حاجه غريبه بتحصل، وكل ما ابص لفوزيه وجبريه احس ان هما بيدبروا لي مصيبه عايزين يوقعوني فيها. طب اقول لك حاجه، مالكش عليا يا يمين، لو عبد الحكيم لوحده هو اللي هنا وقال لي امشي اطلعي بره يا كريمه، والله العظيم هطلع بره من غير ما افتح بوقي. عارفه كريمه اللي انت عملتيه ده حسسني بيه، حسست اني عاجز عن الشر. عشان خاطري ما تقولش كده. الشر ولا حر يا كريم، انا عاجز فعلا. الراجل جاهد على كرسي متحرك، لا قادر اتحرك ولا قادر اعيش ولا نعيش، خسرت كل اللي ورايا واللي قدامي، ومحتاج عم حكيم اخويا يوقف جنبي، محتاج كل حد يوقف جنبي. قمت انت دخلت بزعبيبك خليتني ما بقتش عارف اعمل ايه. احب في اخويا اللي جاي يوقف جنبي وحياتي في الايدين، واقول له لا انت مالكش حق يا عم حكيم. الكلام الماسخ اللي انت بتقوله ده يا عبد الله، محتاج له ده ايه؟ اطلب حقك ولو رفض يديلك حط صوابعك الاثنين في عينيك. هيا كفايه كريم، الله يخليك. يلا قومي قومي، سيبني اقعد لوحدي. قومي. هقوم بس قول ان انت مش زعلان مني. ابقى كذاب؟ لو قلت لك اني مش زعلان منك ابقى كذاب يا كريم. قومي خلي البيت تودات تعمل غدا عشان الناس ما لهمش ذنب. قومي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنت خضتيني. بتعملي ايه يا مرات عمي؟ ولا حاجه، هعمل ايه يعني؟ اتخضيتي ليه؟ شفتي عفريت؟ ده انا بني ادمه حتى زي زيي. طب ايه في ايدي؟ هو في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ واقفين كده ليه؟ ما فيش حاجه يا ماما، اصلي يعني كنت عايزه اخد ودي كده مع مرات عمي شويه، اصلها وحشاني قوي. صح يا مرات عمي؟ صح يا اختي. صح. طب تعالي بقى، تعالي افرجك على الفيلا، هتعجبك قوي. تعالي. هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهمه حاجه. في ايه؟ ايه يا بنت مالك؟ تعالي. ها؟ عيب والله العظيم عيب، لما انا اللي لسه ما طلعتش من البيضه شفتك بتعملي كده. امال لما اكبر وابقى في سني كده قدك يا حاجه اللي زرتي بيت ربنا على حسب ما سمعت اعمل ايه؟ انت فاهمه غلط. لا انا فاهمه صح كويس قوي، وعارفه ايه اللي بيدور في دماغك. عايزه تعرفي ايه؟ قولي لي هجاوبك. على فكره اقول لك على حاجه، اصل انا الوحيده اللي في البيت ده اللي عارفه كل باب مقفول بيتقال ورا ايه، فلو عايزه تعرفي حاجه اساليني انا. خبري يا بنت كريمه. لعلمك انا ما كنتش بصنط، وكنت هدخل اطمن على ابوكي. والله تعدلي يا بنت وانت بتتكلمي معايا، والا قسما بالله. كملي. هتعملي ايه؟ عامه انا مش هقول لهم انت كنت بتعملي ايه. عارفه ليه؟ عشان احنا ما عندناش حاجه نخاف حد يسمعها. قاعدة لوحدك ليه يا عمتي؟ ما
لما لقيت حد يقعد معايا وقلت لا، ده انتوا كل واحده منيكوا في ناحيه زي ما تكونوا بتهربوا من بعض. ما تقوليش كده يا عمتي، انت حتى والله منوره الدنيا كلها. عزت؟ انا في البيت. طيب حاضر، هبلغهم. ابوكي في حاجه؟ هيحجزوا على الفيلا يا عمتي. صراحه كده انا ما دخلش في دماغي ان ابوكي اتضحك عليه الضحكه دي. عزت ده شغال عندكم من زمان؟ ايه؟ اصل شكله واخد عليكم قوي. فعلا محترم عزت ده. خدت بالي يعني انه ما بيتحددش غير معاكي. انت في بينك وبينه حاجه؟ ولو يا عمتي. لا 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 لا، ولو ازاي يا سنيوره؟ هي الحكايه سهله كده. صح، نسيت انكم غيرنا. غيركم ازاي بقى؟ يعني هنا غير البلد عندينا. انت عارفه لو في واحده في البلد عندينا تعرف انها كلمت راجل، حتى لو الراجل ده دكتور وبتكلم وتساله على دواء، كانوا عملوا فيها ايه؟ كانوا طخوها بالنار. ده اسمه تخلف يا عمتي. اسمه تربية وحياتك. وتربية ايه دي بقى اللي تخلي العقل يشك في كل تصرف وفي كل فعل؟ ده اسمه مرض. والسيبان والدوران على حل الشعر ده اسمه ايه؟ اسمه عفة؟ انت عايزة ايه يا عمتي؟ وانا عاوز منك ايه يا اختي؟ انا ليه عندك ايه غير النصيحة؟ اسمعي مني يا شهد، الست سمعة. عارفة يا عمتي انت مشكلتك ايه؟ ومين قال لك بقى يا حلوة ان عندي مشكلة؟ انا اللي بقولك ان انت عندك مشكلة. معلش، اصل ما يعرفش الحاجات دي غير اللي اتعلم وفهم الدنيا واشتغل وشاف الناس. وايه بقى مشكلتي يا بنت كريمة؟ يا اللي شفتي من الدنيا اللي انا ما شفتهوش. الكبت هو اللي بيولد الفجر يا عمتي، مش الحرية. مين دي اللي فجر يا بنت؟ بتتجننتي؟ اتجننت؟ وكمان بتشتميني؟ نسيت انك بتكلمي يا عمتي؟ ارفعك مد ايدك عليا تاني، اقسم بالله اطلعها لك. ما تيجي تضربيني قلمين احسن. ولولا ان انا عارفه ان احنا في ظروف وحشه، ولولا ان انا عارفه ان بابا مش ناقص، كنت عملت لك مصيبه. بس اقسم بديني ما هعدي الالم ده على خير يا فوزيه. فوزيه؟ حافك ده؟ طيب طيب يا بنت كريمه. عايز اسالك سؤال بايخ. اسال. تحبينا؟ كنت هزعل لو قلت اه، لاني عارف انه لا. ايوه بس انا عندي اسبابي. عارفها، وعذرك يا زينب. الاسباب دي ما هياش قليله ولا بسيطه خالص يا مروان. شوف يا مروان، أنا واثقة إن أنا أقدر أعيش وأحقق كل اللي أنا نفسي فيه زي ما أنا عايزة. يعني مش مستنية بقى إن حد يشجعني ولا يقف يسقف لي ويقول لي برافو. أنت شايف الحمد لله بنات عمك هم زي الفل. أنا مثلا وضعي كويس جدا في بنك مهم وكبير. وشهد بكرة يبقى عندها أكبر مكتب محاماة في مصر. وريتال كمان هتبقى بيزنس وومن هايلة. ما يغركش إنها مجنونة كده وشعنونة. بقول لك ايه، دي عليها دماغ توزن بلد. عايزه تقولي ايه يا زينب؟ عايزه اقول لك ان انا كان نفسي نتجمع كلنا كل رمضان، نفطر مع بعض على سفره واحده، نتلم كلنا كل عيد مع بعض. كان نفسي كده لما الدنيا تضيق بيا وابقى خلاص مش طايقه نفسي، اخد بعضي واخد شنطه هدومي واقول لهم سيبوني، انا عايزه اروح اقعد عند عمي شويه، عايزه اريح بالي. كان نفسي لما اتخانق خلاص اكلمك اقول لك تعالى خدني، فسحني، خرجني من كل اللي انا فيه. وقتها انا هبقى مطمنه على نفسي وانا معاك. انت ابن عمي، يعني انت دمي. وانتوا كمان كنتوا بعيد قوي. هو يا زينب بتفتكري ان انا ما كنتش زعلان، ان ما كناش بنتكلم؟ او تفتكري اني كنت مبسوط؟ لا لا لا،
أنا كتير قوي، كنت أنزل مصر وأحب أحب أجي أجي عبيت عمي، بس أفتكر أفتكر المشاكل اللي مشاكل أمي وأمك. أرجع في كلامي، أنت قصدك يعني أن التقصير اللي حصل ده كان من عندنا وعندكم؟ أنا أقصد أن أنا عايز أروح سيدنا الحسين. عندي نذر ولازم أوفيه. طيب نروح سيدنا الحسين. بس تيجي معايا؟ لا مش جاية، أنا عندي مشوار. طيب يلا يلا. وحشتيني. كان فيه وخلص. يجي تاني؟ يا سلام، هو في احلى من بيع والشراء؟ والشوال اللي يخلص نملاه. انت هتمشي ولا صوت ولم عليك العماره؟ ولا يهمني، اصلا انا اموت في الفضايح. انت اصلك هتصرخي ونروح الجسم سوا ونعمل محاضر في بعض، وفي الاخر يعني التحريات هتثبت انك يعني ولا مؤاخذه، وفضحتك في العماره هتبقى بجلاجل، وانا في الاخر هخرج منيها ولا حد هيسمع عني حاجه، ولو حد سمع عني حاجه هيقولوا واد فالت مش لاقي حد يلجمه، او هيحسدوني ويقولوا يا ابن اللذينة صايع. ها ندخله ولا تصرخي؟